في الاسماعيلي كنت بتلاقي مسانده من ما يسمى بابناء الاسماعيلي كنت بتلاقيهم بيدوك سبورت بيساندوك والله مش ما يعني مش يعني ما, ما حسيتهاش ما اه مش مش قوي طبعا يعني برضو بص يا انت لما بتيجي تشتغل بقى ويبقى قدامك تحديات كبيره ما بتقعدش تبص للحاجات آه طب لو بل... لو سالتك العكس لقيت مثلا عراقيل من الامناء الاسماعيلي مش برضه بر... بص, بص اه. ك... مع ببصش والله كريم اه. والله ما حتى في شغلنا العادي احنا اه. ما بنحطش دماغنا في الحاجات دي اه. لكن بتبقى انت عايز تشوف شغلك وتشتغل وتشوف الفرقه بتاعتك اه. تشوف نتائج بتاعتك وازاي تقدر تطور اللعيبه في وقت خد بالك ما كانش عندي اه. وقت اصلا اه. انا دخلت على مبار... مباراه ثاني يوم من التعاقد اه. و... و... وكل ثلاثة ايام كانت مباراه على طول اه. فما كانش عندي وقت اه. هي الفتره الوحيده اللي هي بعد ماتش ال المصري مه. اللي احنا كسبناه في في اسكندريه بعدها قعدنا قعدنا فتره سوري معلش نادي الاتحاد طبعا وقعدنا فتره ريحنا وبعد كده رجعنا على ماتش شارع دخان كسبنا وقعدنا يعني الامور كانت ماشيه بشكل معقول جدا انا بقول لكن انا بقول هو توفيق ربنا طبعا و و والحمد لله رب العالمين انا مبسوط جدا بالفتره اللي انا قضيتها وزي ما بقول لك هو توفيق بس بتاع ربنا وانت موجود في الاسماعيلي هل عرض عليك الكابتن ايهاب جاي انك تبقى موجود في جهاز المنتخب؟ والله يا كريم بص آآ آآ كابتن ايهاب انت العلاقه بيني وبينه مفتوحه جدا ويعني والكلام مفتوح لكن هو كابتن ايهاب كان حابب ان انا اكمل وهو الإسماعيل. لما مسك المنتخب كنت انا موجود في, في الاسماعيلي م. والراجل كان عايزنا يعني هو كان حابب ان انا هو هو آه نفسه اللي مش عايزك تاخد خطوه انك تبقى مدرب مدرب عام آه هو, هو آه عايزك تبقى مكمل آه مدير فني آه وانا طلعت خد بالك يا كريم هو ليه دين كبير جدا في رقبتي وانا قلت انا وانا شغال مدير فني قلت لو هو كابتن ايهاب طلبني اشتغل معاه في فرقه مش في منتخب يعني في فرقه مساعده هروح من من غير تفكير يعني و و والكلام ده باخد بالك ما بقولهوش عشان آه لكن فعلا انا كابتن ايهاب يعني آه بص هو في حاجة بتتعلمها كل يوم يا كريم أول حاجة كبني أدم كشغل بقى يعني الشغل ده على جنب لكن كبني أدم كمان أنت بتعامل مع حد محترم جدا الشغل كل يوم أنت في تطور في حاجة معينة بتتعلم حاجات كتيرة يا كريم وأنت شغال معاه فأنا أنا بقول لك كابتن هبدأ على جنب لوحده لأن أنا مش هقدر إيه مهما أتكلم ما أقدرش أوفيه حقه بالنسبة لي أنا شخصياً وهو عارف إن إحنا بنتعامل إزاي أنا هو مع بعض لأن أنا وهو سكك مفتوحة بيني وبينه فكابتن ايهاب بالنسبه لي بقول لك حتى لو هو كان نفسه ان انا اكمل التجربه واعدي المرحله دي لما مشيت من الاسماعيلي كانت خلاص بقى يعني عارف انت ايه خلاص هو مع جايز اه وهو الراجل ما لحقش اصلا يشتغل يعني هو الراجل ما يشتغل في المنتخب فما سيبك بقى من التفاصيل الصغيره اللي لاي كلام بيقولوا اي كلام مم. اي لاي كلام بقول لك تفاصيل كده آه. في تفاصيل بيقولوها اي كلام في آه. النص اصل مش عارف اي حاجه يعني لكن هو مدرب كبير جدا آه. آه انا بقول لك كان, ه... كان هتستفيد منه بشكل كبير جدا هدوءه و... 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 وتطوير اللعيبه ده كان هيفرق كتير جدا مع لعيبه كتير في المنتخب اختياراته كانت هتفرق كتير جدا مع المنتخب لكن زي ما بنقول برضه هو توفيق ربنا ونوا يا رب ان شاء الله يوفق الناس اللي جت وبالتوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله طبعا كل التوفيق لي واسالك عن مدرب المنتخب الجديد طبعا بس الاول كابتن هبقى انا عارف ان هو فاتح معاك انتوا بتتكلموا مع بعض على طول حتى لو كنا عايزين الكابتن هبقى بنحاول نوصل للكابتن حمد آه هو الفترة اللي قضاها مع المنتخب واجه صعوبات كبيرة جدا وكثيره جدا بصراحه شديده كده هو ظلم الراجل يعني ما لحقش ياخد وقت يعني معايير الكوره ما لهاش اي علاقه بصاكر عشان آه. بس وانت بتتكلم برضو يا آه. كريم انت بتتكلم في واحد جه في نهايه موسم صح. نهايه سيزون صح. محمد صلاح م. راجع م. من المنتخب من نهائي دوري الابطال صح. خسران وموسم مهلك بالنسبه لمحمد صلاح طبعا وديت و و الراحه السلبيه اللي بياخدها كل سيزون عشان يقدر يكمل السيزون عمر مرموش م. مصطفى محمد تريزيجيه راجعين من يوم 14 وكان المعسكر يوم 30 صح. من يوم 14 واخدين راحه الدوري عنده خلصان فهم مريحين كانوا بيتمرنوا تمرين فردي يعني بدون ذكر اسمها مع مع ناس يعني المدربين في منتخب بيتمرنوا تمرين فردي حتى لو انت مرنت اخصى تمرين مستحيل هيخش جوه النظام او جوه الحمل البدني اللي المفروض يشتغل بيه اللاعب فنقول ثلاث لعيبه الاربع محت... لعيبه المحترفين اللي عندك لعبت النادي الاهلي راجعه خسرانه من الوداد النهائي و وراجعين و و نفسيا متدمرين وبدنيا عندهم مشكله وبدنيا هم اصلا موسم صح. طويل جدا مين هيستحمل يا كريم صح. احنا بقى لنا ثلاث سنين يا كريم الدوري بيلحم على طول صح. ما عندناش راحه ما فيش راحه عارف. وبعدين بنضغط صح. نفسنا ان احنا بنيجي عشان ناخد فتره راحه نضغط الدوري يبقى كل ثلاث ايام مباراه فانت م. اللعيب نفسه هيستحمل ازاي ده, مستحيب. ده بني ادم لا وشوف بقى من اللعيب هو دايما احنا ليه بنحاسب المدرب يعني كل اللي بيحصل ده وتيجي تقول اصل المدرب ادار المباراه وحش على فكره انا بقول الكلام ده على الكابتن عيب جلال وقلته قبليه كمان على كارلوس كيروش انه الراجل يا جماعه هو ده الماكسيم يعني كالوس كيروش لما اشتغل ده الماكسيم اللي يقدر يوصله لكن كمان الكابتن ايهاب جلال ما لحقش اصلا يعني هات اعظم مدرب في العالم وادي له مجموعه اللي هي اللي كانت بتشتغل اللي هو لعب بيها المباراه الثانيه هنقول بص خد بالك عشان ما أنا هنقول مباراه سيئه اثيوبيا ما, ما فيش مج... ما فيش فينا حد يختلف صح. ونقول صح. مباراه م... اسوء مباراه لعبناها اسوء مشان... لكن برضو تعالى اقول لي بقى واحنا بنتكلم ان انا عندي تجمع شهر عندي 15 يوم هتكلم مع اللعيبه انا الراجل عمل تجمع يوم 30 لعب يوم 5 ويوم 9 ده احنا كان المفروض يوم كان هيلعب يوم 4 ويوم اخروها يوم فانت بتتكلم في خمس ايام معسكر ولاعيبه راجعه ما فيش تمرين اصلا مزروح. يعني ما فيش تمرين آه. حتى الفرق الاربع ايام انت لعبت مباراه هنا اللي احنا لعبناها الاولانيه وتاني يوم استشفى وسافروا بالليل فما فيش يعني ما فيش تمرين انا مش عايزين برضو نقول يعني انا بقول برضو هو كانت تجربه ظالمه جدا وانا بقول هي ظالمه كلها للمدربين المصريين طيب. لانك انت ما لو لو انت اتحاد كوره انت بتقلل اسم المدرب المصري ملهاش دعوه بقى بكابتن ايهاب جلال لوحده مم. انت انت ظلمت كل المدربين المصريين مظبوط آه لكن انا بقول ان احنا برضو نفس الكلام اقول الحمد لله مم. يمكن ربنا ان شاء الله يعوضه في حاجه احسن كتير